كان اروح الصيدليه اشتري الفيتامين اللي انا عايزه، وليه يا عم انا اجيب ايدي وانضف سمكه واجيب سبانخ وانضف سبانخ، ميه الحديد اخد كبسولات حديد، كبسولات للكالسيوم اخد وهكذا. هل حضرتك مع الاعمار المتفاوتة ينفع الاسلوب ده ولا ازاي بيتعامل معاه؟ بص ده كده غير صحي خالص. حلوة. ومفيش في اي جايد لاينز، اي حاجه في الكتب بتقول او في الابحاث او واتيفر بتقول ان احنا ناخد السبلمنت الا لما يكون في نقص. حلو. يعني انا لو انا عندي نقص فيتامين معين هاخد الفيتامين ده، هحتاج اخده بالاكل. حلو. وازود معاه ان انا اخد مكمل كده يعني ادويه. لازم ناكل اكل طبيعي، لازم نستفيد. بالظبط. في حالات معينه هي اللي بتحتاج فيتامينات زي الحوامل. فاهمني؟ لو حد مثلا عنده حاجه معينه زي انيميا، نقص حديد او واتيفر. فاهمني؟ علشان ليه الحوامل والرضع برضو علشان بيبقوا محتاجين كميه اعلى كتير، ما بيقدروش يوفروها عن طريق الاكل. حلو. فاهمني؟ لكن ان جنرال لو احنا عندنا نقص في فيتامين هناخد فيتامين، ما عندناش نقص لازم عن طريق التغذيه السليمه. افضل شيء. بالظبط. وبعدين الجهاز الهضمي بيحتاج للحاجات الصحيه اللي هي عن طريق الاكل. فاهمني؟ عن طريق الاكل اللي بتهري المعده كمان. بالظبط. امتصاصات الحاجات عن طريق الاكل الفيتامينات احسن بكتير جدا من امتصاصها عن طريق ان هي تكون سبلمنت او حاجه صناعيه يعني. حلوه.